منذ أكثر من 20 سنة، فما وجدته تخلف عن صلاة الفجر يوما، بل أحيانا يأتينا في صلاة التهجد ويصلي معنا التهجد في كل يوم في المسجد القريب من البيت. يصلي التهجد يوميا ويختم معنا القرآن كل 15 يوما، ويصلي الفجر يوميا يحافظ على الصلاة، بل ويجلس بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس ليتلو معنا القرآن حتى يصلي الضحى ثم ينصرف. فهنيئا له بلقاء الله. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن على فراقك زيادة اللواء عالي فهمك لمحزونون، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وكلما نذكره ندعو له بالرحمة والمغفرة. والآن نقول: اللهم إنا قد وهبنا ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي كان يحبه سيادة الألواء حبا جما. عندما كنت أسمع في رسول الله كان أحيانا يبكي، ويبكي كالطفل الصغير، لأني أمدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى روح ذريته وأزواجه، وإلى أرواح الصالحين، وإلى روحه الطاهرة. أسأل الله العلي القدير أن يتقبله الصالحين، وأن يشفع فيه القرآن الكريم، آمين. وأن يشفع فيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يسقيه من يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مليئة لا يظمأ بعدها أبدا. آمين. اللهم وأنزل على قبره الضياء والنور، آمين. والفسحة والسرور، آمين. وجازه بالإحسان إحسان، آمين. وبالسيئات عفوا وغفران، آمين. اللهم إنه نزل بك سبحانك وأنت خير منزول به. اللهم أنزله منازل الأبرار، آمين. مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، آمين. وحسن أولئك رفيقا، آمين. اللهم أفرشه من الجنة، آمين. اللهم ألبسه من الجنة، آمين. واجعل قبره روضة من رياض الجنة، آمين. اللهم ألحقنا به على خير يا رب العالمين، آمين. في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، آمين. اللهم أحسن ختامنا أجمعين، آمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وارحم جميع المسلمين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين، آمين. شكر الله سعي حضراتكم جميعا، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، وصلي وسلم وزد وآله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، آمين.